السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. هلا والله. بنت السلامة. ايش لازمك معلم؟ والله بطلع يعني. في شيء طلب معين يعني؟ بساعد نادر بساعدك بشيء؟ معلم هيك تاخذ تحته بنطلون اسود بطلع على الامم معلم، هيك شيء فاخر على الاخر. ايش رايك؟ شد هيك قميص عندك؟ خيو هذا 45 بس. ايه 45 دولار قصدك؟ 45 تركي. تركي؟ ايه بس. ايه ابو شاد بدك ليش ابو دولار؟ ايه وهيك يعني ما عندك شيء بالدولار انت قطع تقيل يا بالدولار؟ في 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 عند الدولار في 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 دولار بوتين. شوف هذا 30 دولار بس؟ ايه خلص؟ يعني شوف هذا 125 دولار مالي. انت بتعرف انت ماشي دخلت طلع لنفسه هو قريب مش هاد على سن عندي قد انا اخذ هذا 200 دولار 200 دولار؟ ايه 200 دولار شايف كنستي هاي اللابسة انا؟ عليل شايف كنستي هاي؟ ايه انا هاي اخذتها ب 85 دولار ومع مراعات يعني هون معاني وطلع فيها 150 دولار بس انه اخوي احسن لي 85 هاد شاكيت مو ايش بك شايفه اخذته ب 350 دولار وبالزور عبال لك بالزور اعطاني اياها اذا في عندك هيك شيء اذا في عندك هيك ما في بده بتلاقيهم على البسط عفوا بتلاقيهم بالماركات معلم مولات ما هو انا توقعت هيك بسطو عفوا وين فيك مول هيك على الزاويه هيك بتلاقيه هو هيك. انا توقعت فيك معلم مرتك كثير يلا يلا شوي بس بعد اذنك بس روح مشان ما امسكك قاعدين هيك طالع عزم يا زلمه شوف من وين جايبه من البسطه لما مشتريها من 25 ليره وبيزر فيها قال جاي اقول له قال 150 دولار والله شكلك شغل دولار انت خذ هذا الزبون وفل دللت قلبي انت وعليكم السلام اهلا وسهلا هلا والله حبيبي تفضل ايش في عند اخوي؟ فايت على سوق الجمعه ولا؟ ايش بدك تخبر لك؟ مية السلامة معلم ايش لازمك قل لي؟ مصمم ناطرين فيني شيء اساسا والله ما بعرف طلعت من برا حبيتي محل ادخل عليه شوي اتفرج عليه ورجيني ايش في عندك بضاعة ايش طلبك ورجيني بدي اتفرج يعني شايف الوان شو فيك شيء بدك كتان شو فيك شيء اشرب كتان هيك وفوق قميص هيك ابيض هيك بيطلع شيء حلو معلم هيك فاخر ايش شرط نظيف ايش شرط نطلع ايش ما تصعد نكبر احنا عنا والله يا زلمه ايش صح؟ طلع علي يا زلمه معلم هذا انا بشتري من شو هذا انا هذا حقه 70 طيب 10 ما بشتريه اللي فات قفل عليه معلم اخر ليره ولا جيت تشتري لا لا قفل ولا لكن هذا تعرف وين شو حقه؟ نحن بنشتري شيء بنجيبه من عند الجمله معنا والله عم بخيطه على بعد اشتغل فانت خياط معلم وكل شيء خياط شيء انت خياط شيء تربني لك شو خياط انا جاي اشتري اخوي طلع انت خياط ابو جاني انت خياط نعم طيب يلا دير الله معك علم ما في عندنا شيء للبيع يلا بيع يلا الله معك الله معك يلا خياط بيجيك كل واحد عم بيسيح حاله خياط لسه ما صار له يومين بيرق على الدرزه استغفر الله العظيم لا اله نسكر احسن شيء الساعه 10 خلينا نسكر احسن شيء السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا تفضل معلم ماشي طلبي محدود طلبك محدود ايه بدي بانترون يكون وانا في طبعة عسكرية وانا اصفر وانا احمر وانا اخضر بدي بانترون يعني شيء يكون موديله لسه ما نزل يعني انت هذا ليه بتسي منه ولا شو لا صار لي لسه بدك منه ايه بدي منه ايوه وغيره شو بدك معلم؟ ما بدي شيء بس جاي هذا شو صار لك عم تفتل السوق معلم؟ والله صار لي يومين ثلاثة عم بدور على هذا الموديل ايوه اي والله ما تعبت؟ لا والله ما تعبت معلم قال لك هذا طلبك وين بتلاقيه؟ وين؟ بتلاقيه بالمريخ ايش عم تقفل عليه انت خيو؟
يا بقفل عليك والله. تعرف مثل ما بقول المثل سيبون الخ العشا ورا والله والله. طلع لك رجعت لبرا ولا حيوان يا الزلمه يا زلمه. قلنا عن اخت الوضع مع هيك زبان يا زلمه. قلنا عن امل محل ده اتكسره. ايش اسوي فيه؟ استغفر الله العظيم.